أجواء شبيهة بالامتحان الرسمي عاشها المترشحون للامتحانات التجريبية لشهادة التعليم المتوسط في أول يوم من الاختبارات التي اعتبرها التلاميذ تجربة مهمة استعدادا للامتحانات المقررة منتصف شهر جوان المقبل. شوي يعني مستريسة يعني لا بروميير فون جوز هكا اكزام بلون يعني هو بني نورمال برك حنا اللي نتقلقوا الاخر بصح هو نورمال شغل اختبار عادي كيما ما فين كاع نجوزه هذا ما كان لازم نراجعوا نحفظوا ونعرفوا نركزوا ثاني يعني بزاف ستريس باسكو جو لازم نكونوا شافين بروميير تريماس حتى لهنا وكاين كات ماتيير ماشي مالفين نديروا قس كات ماتيير ونجوزوا صباح عشيه مالفين هذا العام مالفين نجوزوا غير صباح ومن داك غير العشيه ورغم استكمال المقرر الدراسي في الوقت المحدد إلا أن العديد من المترشحين اشتكوا من ضغط الدروس خصوصا في المواد الأساسية وهو ما قد يعيقهم على استكمال التحضير للامتحانات بزاف سختو مواد الحفاظة علوم كلش لازم ينقصونا الدروس بزاف الضغط كثير الحفاظة بزاف ما لقيناش واش نديرو اسكو نحلو تمارين ما يكفيناش الوقت انا خايفين باسكو اصلا كاين ولايات داروا اضراب وحبسوا في النص حنا افونسينا مادام ما درناش اضراب تسمى افونسينا في الدروس تسمى ماذا بينا نحبسوا كاع في درس واحد باش كامل الولايات يكونوا في مستوى وان شاء الله ننجحوا ان شاء الله. 3 أيام من امتحانات تجريبية ستكون فرصة للمترشحين من أجل الاستعداد والتحضير الجيد، كما أنها تعتبر فرصة أخرى من أجل اختبار مستواهم ومدى قدرتهم في التعامل مع مواضيع الامتحانات الرسمية.